يعني 21 مارس مناسبة عيد الأم، لما بيجي عليك 21 مارس كل سنة بتفتكر إيه؟ طبعا يعني امي كانت اغلى حاجه في حياتي، يعني امي بالنسبه لي كانت الصديقه والام والحبيبه وكل حاجه. فبالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي انا حياتي من بعد وفاه امي ده حقيقي يا كابتن سامي. انا لولا كابتن حلمي طولان جالي انا كنت بطلت كوره. هو اللي رجعك هو تاني؟ اللي رجعني تاني، هو اللي جالي البلد ورجعني تاني، لان انا كنت مقرر ان انا هبطل كوره وهقعد، لان انا كانت امي بالنسبه لي كل حياتي حقيقي. سمعت الخبر ازاي؟ كنت فين وسمعت الخبر ازاي واستقبلته ازاي وقتها؟ انا كان عندي ماتش طنطا يوميها، وهي كانت قاعده بتتفرج عليه، كانت هي عندي في اسكندريه، فانا كنت في برج العرب، فانا كنت مسافر القاهره بعد الماتش. قلت لها ماما انا مسافر، هعمل حاجه بس في القاهره، كنت بعمل حاجه في شركه كده الصبح، يعني قلت لها بكره هعمل حاجه في شركه وهرجع تاني على طول عشان ايه اكمل لكم، كنت عامل لهم ايام افسحهم فيها وكده. فرحت القاهره، كان انا فاكر بالظبط ان انا وصلت البيت عندي، فجالي تليفون، كنت بتفرج على ماتش الاهلي ودجله، كنت قاعد في البيت بتفرج على ماتش الاهلي ودجله، فجالي خبر في لقيت تليفون والدتي بيرن. فانا كنت مكلمها قبليها مثلا من 10 دقايق، فبرد عليها عادي، ازيك يا ماما عامله ايه، فلقيت صوت زعيق وكده، فلقيت ضابط بيقول لي انا ضابط كذا كذا، صاحبه التليفون دي طافت. فطبعا انهارت، رميت الموبايل وكنت لسه لابس بكلمها من شويه. يعني كنت لسه يعني مش متخيل. فانا العربيه بتاعتي ما كانتش معايا، فانا كنت لابس البيجامه بتاع في البيت، فغيرت لبست اي حاجه كده، لبست اي تيشرت وبنطلون وكوتشي وجريت في الشارع، حتى ما كنتش فاكر ان انا قفلت باب البيت. نزلت في الشارع اجري، اقرب تاكسي وقف بيا وقفته، فروحت على اسكندريه. فطبعا هاني العجيزي كلمني وانا في الطريق، فقال لي، فبقول له ايه عجيزي وكده، ايه اللي حصل وبتاع، فقال لي لا فيش حاجه وبتاع، ده مامتك في العنايه. وكلمت مراتي قالت لي مامتك واختك في العنايه وكده، فانا ما كنتش متخيل كل دوت، يعني انا مسافر في الطريق محدش عايز يقول لك الخبر اللي حصل، يعني هو بيهدوك وبيصبروك وان في امل بيهدوني وبيصبروني فعلا. فلما في الطريق انا عمال يعني انا متصور ان والدتي توفت، فعمال بخطط لمستقبل اختي. يعني عمال بخطط لمستقبل اختي، طب هتعيش ازاي من غيرها؟ ده هما الاثنين كانوا صحاب، هما الاثنين كانوا ما يقدروش يمشوا من غير بعض. ببعض على كانوا طول. مرتبطين ببعض جدا. فوصلت، فالعجيزة قال لي احنا كنا في مستشفى كذا، ورحنا مستشفى كذا لان ما كانش فيها عنايه وكده. فرحت عند مستشفى كانت هناك جنب نادي سموحه. فنزلت لقيت عربيتين اسعاف واقفين، فنزلت لقيت لمه وكده، ولقيت اصحابي واقفين وكابتن عاطف حنفي كان مدير الكوره بتاع نادي سموحه واقفين، والدنيا زحمه جدا. فانا عرفت وقتها، يعني انا انهارت وقتها في العيط، مش مصدق يعني. فبقول له كل ده ما اعرفش ان اختي طافت، يعني انت رايح على انها انا والدتك وديت كده. فبسال بعد ما عيطت شويه، يعني بعد ما هديت شويه كده، فبسال على اختي، فلقيت مراتي بتقول لي مستغربه، يعني هي مفكره ان انا عرفت. فقلت لها لا، يعني فين منى وكده، فقالت لي بقى لله. فطبعا انهارت يعني. وكان بعد اللحظه دي انت مقررت انك تبطل كوره. بعد اللحظه دي احنا سافرنا تاني يوم الصبح في الدفنه وكده. بعديها قررت ان انا ابطل كوره. انا عارف ان ارتباطك الكبير بوالدتك من ايام استراحه الناشئين، وانت كمان دايما كنت بتكلمها كل يوم، تحكي لها اليوم ماشي ازاي بتاعك، بدايه ما بتصحى وتروح المدرسه والتدريب، انا عارف ارتباطك. برضو كان ارتباطك بيها في المباريات، دايما في يعني مكالمات يوميه دايما مع والدتك. يعني بالظبط يا فندم اسامه، يعني كان كل حاجه مرتبطه بامي، يعني ما كنتش اعرف اعمل حاجه في حياتي الا لما اخد راي والدتي. حسيت انك انت اتكسرت وقتها؟
لا يعني انا مش اتكسرت والله، يعني فعلا بمعنى كلمه انا قلبي يعني قلبي مات، يعني مش بقولها كده وخلاص. يعني انا ما بقتش بحس يعني لما يقولوا لي مثلا حد توفى مش بقتش احس بحاجه، يعني بقيت ان انا يعني مش حاسس، ما عنديش احساس. ربنا يرحمها ان شاء الله. يعني احنا عاملين لك برضو بمناسبه عيد الام امبارح، فعاملين حاجه بسيطه لوالدتك الله يرحمها. ربنا يرحمها. في أغسطس 2017 وبعد محنة كبيرة مر بها نجمنا، بس بإيمانه وبصبره وبثقته في الله رجع مرة تانية أقوى منها أقوى. عودته لنادي الأهلي مرة أخرى في أغسطس 2017